Welcome to the recorded online lectures from the Memorial Institute of Ophthalmic Research. I'm honored to present some lectures on strabismus, and this lecture will talk about ocular motility examination. How to do properly ocular motility assessment for a strabismic patient. طيب يبقى الاوكلر موتيليتي برضه زي ما قلنا في الكفر تيست احنا بنوبزرف برضه هم السكس بيز اللي احنا قلنا عليهم بنشوف في برايمري بوزيشن في حاجه نورمال هيب بوشر بيبل بروتوزيس توزيس بريسكربشن او النضاره بتاعته وزي ما قلنا دي مش هنقول طبعا الاكزام ده انا هشوف السكس بيز لا خلاص دي حاجه الحاجه اللي ما بندورش عليها مش هنلاقيها فعشان ما دونت ميس نورمال هيد بوشر ودونت ميس حاجه مهمه يبقى انا في بالي ان انا بدور على حاجه من السته دول لو لقيتهم معلقهم برضه موضوع الجلاس ده من لازم اسال العين عن نظارته عنده نظاره ولا لا ولا عنده نظاره ببص عليها وبعلق على النظاره الترتيب الكلاسيك ان انا بعمل كفر تيست وبعدين موتيليتي ففي ناس بتقول ان لما يقول لي موتيليتي استاذن اعمل كفر الاول بس ده يعني ده كلام الكلاسيك يعني طيب لما ببدا اعمل الموتيليتي طبعا انا بحرك العين من البرايمري بوزيشن دي الناين لبقيه الايت جيزز يعني بقيه كل الجيزز اول خطوه ان انا بشوف العيان ده شايف التارجت اللي انا مديهوله ولا لا انا بديله تارجت بقول له انت شايفه ولا مش شايفه طيب ايه اهميتها؟ اهميتها لان حسب دوت انا هسال على سؤال مهم جدا من الاسئله المهمه واللي كتير بتتنسي في الاكزامينشن اوف موتيليتي ان انا وانا بعمل الموتيليتي بسال على دبل فيجن هل انت شايف صوره صورتين ولو شفت صوره صورتين في اي وقت قول لي دايما بتتنسي فبالتالي لازم اتاكد اصلا هو شايف التارجت ده اصلا ولا لا فلو هو قال لي انا شايفه خلاص تمام يعني قال لي انا شايف باليمين وشايف بالشمال التارجت بتاعي هقول له بقى الكلمتين دول هقول له follow this object please and tell me when it comes double at any time طيب افرض عين مش شايف بيها وعين شايف بيها انا هقدر اعمل تيست انما ملهاش منطق ان انا اسال على الديبلوي طب افرض العين بايلاترال بلايند هل ستيل اقدر اعمل له موتيليتي وهو بايلاترال بلايند اقدر سيمبلي بالكومنتس يعني اقول له بص ناحيه يمينك بص ناحيه شمالك بص فوق وهكذا طيب في برضو حاجه فيري كومن ميستيك ان الموتيليتي تتعمل بسرعه لا الموتيليتي لازم تتعمل ان انا موف التارجت سلولي سلولي انا بتشيك البرسوي موفمنت من البرايمري بوزيشن لبقيه البوزيشنز وده في طريقتين في طريقه مشهوره قوي في كتب الكلينيكال حاجه اسمها ستار شيب ستار شيب يعني بطلع من البرايمري واروح للليفت جيز وبعدين برجع للبرايمري من البرايمري بروح ليفت اند اب وارجع للبرايمري وهكذا ده اسمه ستار شيب يعني بروح الجيز وارجع للبرايمري تاني وفي طريقه تانيه اسمها ات شيب يمكن دي عمليه اكتر ولمعظم الناس اللي شغاله في السويزمس بتشتغلها اسمها ات شيب يعني باجي الليفت جيز ومن الليفت جيز بطلع فوق ليفت اب وبنزل تحت ليفت داون وبكرر نفس الكلام في الرايت في جميع الاحوال الاب والداون جيز بيكونوا اخر حاجه ليه هنقول دلوقتي طيب وانا بتحرك بقى سلولي برضو ما انساش برضو من الحاجات اللي ممكن تفوتنا ان وانا بحرك العين انا ببص على حاجات تانية مش بس بشوف الموتيليتي تحت العين بشوف في اندر اكشن او اوفر اكشن لا انا كمان بشوف الايليد بوزيشن اخباره ايه والبابولر فيشر اخباره ايه لان في حالات مثلا اجي اعمل ادكشن الاقي البابولر فيشر يصغر زي حالات الدوين وفي اوقات بلاقي البابولر فيشر بيوسع زي حالات الابرنت ثيرنر ميس دايركشن في حالات ممكن في الداون جيز يحصل ليد لاج زي حاله الثايرويد مثلا اما بقى لو انا لقيت في الموفمنت بتاعتي موتيليتي ليميتد موفمنت يبقى ده في كلام تاني بقى لازم اسس الليميتيشن ده اخباره ايه بعمل اكتر من حاجه اشهرهم بخش على الدكشن لان كل اللي فات ده فيرجن موفمنتس فيرجن موفمنتس يعني ايه يعني العينتين مفتوحين بيحرك العينتين مع بعض انما لما الاقي ليميتيشن في حته بقفل العين وبحرك العين اللي كان فيها ليميتيشن في اتجاه الليميتيشن واشوف ايه اللي بيحصل فيها. طيب يبقى عشان نفهم احنا بنعمل ايه لازم بديهي اكون فاهم كل جهاز انهي عضله اللي شغاله. احنا فاهمين ان الريكتاي سوبيريو انفيريو ريكتاي بيشتغلوا في الابدكتد اي والسوبيريو انفيريو اوبليكس بيشتغلوا في الادكتد اي. كده عملنا عرفنا كده هنعرف ان كل جهاز هتلاقي فيه عضله واحده شغاله ما عدا الاب جهاز والداون جهاز في تو اليفيتورز وفي الداون جهاز في تو ديبريسرز. عشان كده بنخلي الاب والداون جيز اخر جزء نكشف عليه بنعمل الشمال وشماله فوق وشماله تحت
ويمين يمين وفوق ويمين وتحت، علشان كل اتجاه من دول عضلة واحدة بس اللي بتبقى شغالة، فبالتالي لما يجيلي limitation فيها أبقى عرفت أنهي عضلة اللي فيها المشكلة. هنشوف الفيديو ده مع بعض. شايفين الفيديو ديت، هنيجي نعمل الأول motility. أول حاجة أنا بعمل الأوبزرفيشن اللي إحنا قلنا عليه، وبعدين ببدأ بقى الموتيليتي بتاعتي. بسأل العيان أنت شايف التارجت ولا لأ، وزي ما قلنا بنبتدي أقول له بص عليه كويس، ولو شفته اتنين في أي وقت قول لي، وببدأ أحرك التارجت. زي ما أنتم شايفين الحركة مهمة أوي، تبقى بالراحة slowly movement. دي طريقة اللي هي ستار شيب، جبنا اللفت جيز ورجعنا تاني برايم بوزيشن، وبقول للعيان ثبت راسك وحرك عينك بس. وادي هنا left and down. هنا في نقطة مهمة برضو، غلطة شهيرة برضو، ان انت عايز تبص تحت فانت مش قادر تشوف العين كويس، فتقوم حاطط ايدك على ال upper lip وبعدين تقوله بص تحت. هنا مشكلتها لسه بنقول مهم جدا نشوف ال palpebra fissure ايه اللي بيحصل فيه، فكده انت مش هتشوف لو في lid retraction مثلا. فانت عايز تشوف ال down gaze، ادي الاب جيز وادي الداون جيز، سيبه ينزل والليد بتاعه من غير ما تلمسه عشان تشوف لو في اي موفمنت بتحصل من الليد. بعد كده ممكن العين تحت ترفعها او انت ترفعها وتخلي العيان يبص عليها تحت. تمام كده، فدي برده ما ننساهاش عشان نقدر نيفالويت الليد. بعد كده بعمل الكونفرتس، بقول له بص على الصوره وافضل اقرب بالراحه، اقرب 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 لغايه ما تلاحظ الاقي عين منهم بعدت وخلفت، يبقى هي دي اسمها نير بوينت اوف conversions. الخطوة اللي بقى الأخيرة بقى السكيت، في horizontal سكيت وفي vertical سكيت. بص على الصورة وبإيدي التانية هناك بص على صباعي، بص على الصورة وبص على صباعي، ده horizontal. نفس الكلام بيتعمل في vertical، بص على الصورة بص على صباعي، بص على الصورة بص على صباعي، بتبقى rapid دي. دي الطريقة التانية من الموديل اللي هي ال H shape، اللي هو بخلي البيشنت تبص قدامها وبعدين بنبتدي نتحرك في دايركشن. طبعا برضو الحركه المفروض تكون بطيئه كده. جبنا اللفت جي الرايت جيز بتاع البيشنت، وبعدين رايت اند اب، وبعدين رايت اند داون. بعد كده يبقى احنا جبنا زي ما نشوف الحركه دي، لو انا شكيت في انفير بليك ولا لا بقوم عامل على طول دكشن، قافل على طول العين الشمال وخلينا نفيكسي ونشوف فعلا في انفير بليك ولا لا، وبعد كده رايت اند داون. يبقى احنا كده جبت الرايت جيز وعملت رايت اب ورايت داون، يبقى خلصنا الرايت جيز كله. نيجي بقى على اللفت جيز، بنعمل اللفت لازم يكون بالراحة، عملنا اللفت جيز وبرده لفت اند اب، وزي ما لو شكيت في انفير بليك بخليها نون فيكسنج وبص، وبعدين لفت اند داون. وبعد كده في الاخر طبعا الاب جيز والداون جيز، زي ما قلنا بنزل تحت من غير ما المس الليد الاول عشان اشوف لو في اي حركة في الليد، بعد كده ارفع الابر ليد عشان ابص على العين كويس واشوف اخبار ايه. وطبعا ما انساش اعمل كونفرجنس. عموما في الاطفال الكونفرجنس ممكن يبقى قوي جدا، بنسميها اب تو نوز، ممكن لغايه ما نوصل للمناخير، وبرده بستيل البيشنت فيوزنج. طيب يبقى بعد ما عملنا بقى الموتيليتي اللي احنا شفناها مع بعض في الفيديوهات دي، هل انا خلصت الموتيليتي بتاعتي؟ لا، في حاجتين برضو ما انساهمش بعد ما اخلص الموتيليتي لازم اعملهم عشان اقول انا عملت موتيليتي ايفالويشن. اول حاجه اتشيك فور كونفرجنس. ازاي اتشيك فور كونفرجنس؟ ان انا اجيب التارجت، التارجت ده يكون عليه صوره حاجه او علامه او حرف او وات ايفر ايه، وابتدي اقربه من العيان بالراحه سلولي، اقربه للعيان بالتدريج واشجعه انه يفضل يركز عليه، واقول له خليك مركز عليه خليك مركز عليه لغايه ما يقرب منه قوي. بفضل اقرب اقرب لغايه ما يفقد القدره ان هو يكونفرج على التارجت ده. ودي ليها حاجتين، في جزء منه السبجكتيف ان انا اقول للعيان لما يقرب قرب لما تشوفه فجاه بقى اتنين قول لي كده معناها خلاص هي لوست الكونفرجن، او ان الاحسن اخليها اوبجكتيفلي انا ابص بنفسي لما الاقي العين عماله تقرب 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 وفي لحظه عين منهم خلفت بعدت، يبقى دي معناها خلاص هو مش قادر يعمل كونفرجن اكتر من كده. والنقطه دي بقى لما بقيسها ده اسمها نير بوينت اوف كونفرجنس. يبقى انا مهم قوي ان انا اتشيك الكونفرجن. ساعات بلاقي حالات فيها ليميتيشن بالموتيليتي لكن ما فيهاش ليميتيشن بالكونفرجنس وهكذا. اخر حاجه بقى ما تنسيش السكيتس. انا كل ده بعمله زي ما قلنا سلولي يعني بيرسوي موفمنتس، ما انساش ان في حاجه اسمها سكيتس. سكيتس يعني رابيد موفمنتس. طبعا السكاتيك موفمنتس
طالعة من centers مختلفة خالص عن البرسوي موفمنت أصلا. فدي بديتكت حاجة تانية من ضمنها centers في البرين، ومن ضمنها كمان شكل السكيت في حالات الليميتيشن بيفرق معي. الليميتيشن اللي بسبب الباريسز اللي هو سكاتيك موفمنت مختلفة عن السكاتيك نتيجة restrictive limitation. السكيت بشوف الهوريزونتال سكيت وبشوف الفيرتيكال سكيت. اوكي طيب، وزي ما قلنا بقى لما يكون عندي ليميتيشن بعمل لازم افكر ايه سبب الليميتيشن. اسباب الليميتيشن هي يا سودو ليميتيشن، يا سوبر نيوكلير ليميتيشن، يا سبب باريسز، يا بسبب ريستريكشن. طيب انا هفرق بينهم ازاي؟ بعمل حاجه من ثلاث حاجات، الثلاثه بحرف الدي، دكشن، ودي لازم تتعمل. يعني لما انا بعمل عينين مفتوحين لقيت ليميتيشن لازم اعمل عين مقفوله، والعين اللي فيها ليميتيشن خليها تتحرك وهي والعين الثانيه مقفوله. ده اسمه دكشن. هي سيمبلي ليه؟ انا بزق العيان انه يشغل العين دي اكتر ويديها امبلسز اكتر. وشوف لما بدي العيان اللي كان عنده ليميتيشن في اتجاه معين، لما غطيت العين الثانيه وقعدت ارص عليه وبالتالي شجعته ان يدي امبلسز اكتر، ايه اللي حصل في الليميتيشن؟ هل فضل زي ما هو ولا اتحسن؟ فالدكشن دي مهمه وبتتعمل طبعا لازم. بعد كده في حاجه اسمها دولز هيد مانوفر او دولز اي، دي اللي هي ان انا بحرك الراس واشوف حركه العين اخبارها ايه. بمعنى عندي ليميتد ابدكشن مثلا، اقوم جايب العين الراس كلها وعمل لها روتيشن في الاتجاه العكسي. المفروض ان اقول له خليك بص عطارد ولف الراس، هيفضل مركز مع عيني، يعني كان العين حصل لها ابدكشن. طبعا الكلام ده عشان يحصل لازم اشرح العين الاول اللي هعمله، ما الفش الراس بشكل جامد عشان ما تبقاش حاجه يعني مزعجه للعيان. اخر حاجه الفورس ادكشن تيست، ده كان مش كومن نتسال في امتحان الكلينيكال، لكن طبعا لازم نكون عارفين ده بيتعمل ازاي. اللي هو سمبلي عندي ليميتيشن في اتجاه، بجيب العين بالعافيه امسكها بفورسبس واحركها في نفس الاتجاه ده. يعني عندي ليميتد ادكشن بجيب العين ازقها ناحيه بره، عندي ليميتد ديبريشن اجيب العين وازقها لتحت. اخر حاجه بقى في الموتيليتي، ان انا لو عندي شاكك في بلو اوت فراكشر بتشيك ذا سنسيشن اوف ذا انفراوربيتال نيرف. طيب انا بس عايز اكد تاني على الحته بتاعت الليميتد اليفيشن، لان برضو انا لما اشوف قدامي ليميتد اليفيشن على طول الخطوه اللي بعدها لازم افسر ليه. فانا برضو في طريقه كده ممكن تسهلك شويه التفكير في الموضوع ده، عاوزك تتخيل، عاوزك تبص على الطريقه دي طريقه ممكن تسهل لك شويه ازاي تتخيل ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الليميتيشن ده، انك تتخيلها اناتوميكالي. ادي منظر اي نيرف قدامنا، في يا اما ليجن فوق النيوكليس قبل النيوكليس خالص هي سوبر نيوكليس، يا اما حاجه بقى في النيرف نفسه سواء في النيوكليس او في الفاسيكلس، يا اما في الموتور اند بليت اللي هو نيورومسكولار جانكشن، يا اما حاجه في المسل زي مسل ويكنس، يا اما كل ده سليم وفي ريستريكشن منع العين انها تتحرك. يبقى عشان نلخص كوزز اوف اي نوع من انواع الليميتيشن، يا جماعه كل انواع الليميتيشنز لن تخرج من حاجه من اربع كاتيجوريز، سواء ليميت اليفيشن، ديبريشن، ادكشن، ابدكشن. ايه هم الاربعه دول؟ يا سودو ليميتيشن، يا سوبرا نيوكليير ليميتيشن، يا باريتيك، يا ريستريكتيف. هتقول لي سودو يعني ايه؟ اقول له سودو سيمبلي زي السودو ليميتد ابدكشن في حالات الكونجنتال ايزوتروبيا، دي حاجه مشهوره جدا. وحقيقه بتحصل مع اي بيج انجل اي تي بيحصل ليميتد، كانه اللي فيه ليميتد ابدكشن. والبيج انجل اكس تي كان في ليميتد ادكشن، بس ده ما بيبقاش حقيقي، ده بيبقى لان العين فيها ديفيشن كبير، فلما بتلف العين بتجيب اخرها وبتقف، لكن هي مش بارالايزد زي ما هنشوف في الصور جايه. يا اما حاجه سوبر نيوكلير زي المثال الشهير انتر نيوكلير اوفثالموبليجي، ده عيان عنده ليميتد ادكشن، انما من اول النيرف اللي بيحرك الميديا ريكتس اللي هو الثيرد نيرف من اول النيوكليس بتاعته لغايه المصل كل حاجه سليمه، المشكله في ليفل اعلى من كده. يا اما حاجه باريتيك، والباراليتيك ده ممكن نقسمه حاجه في النيرف، حاجه في الموتور اند بلينت اللي هي سيمبلي مايثينيا، اي حاجه في المسل. في النيرف بقى مثلا 6 نيرف لو انا عندي ليميتد ابدكشن، 3 نيرف وهكذا بكل اسبابه بقى، سواء كونجنتال تروماتيك، دايابيتيك، هايبرتنسيف، تيومر، انيوريزم، وات ايفر. والموتور اند بلينت زي ما انا زي المايثينيا، حاجه في المسل زي مايسايتس، مايوباثي، او سليبت مسل بعد سيرجري. واخيرا الريستريكتيف، ريستريكتيف زي ايه؟ زي الثايرويد اوف ثرموبثي، زي حاله الدوين، زي ميديريتس انترابمنت يعمل لي ليميتد ابدكشن وبتبقى ريستريكتيف. خلاص يبقى نفتكر ده نطبقه بقى على كل حاجه، كل ليميتيشن نفكر انها حاجه من اربع كاتيجوريز. طبعا في حاجات ممكن في كاتيجوري منهم دازنت فيت في العين اللي قدامنا، انما هو مش هتخرج بره الاربعه دول. كمان انا عايز برضو فاحنا وانا بدور في الموتيليتي انا بدور على اوفر اكشن واندر اكشن. اشهر اوفر اكشن بنشوفه كلينيكالي
هو الـ inferior oblique overaction. طب انا ازاي detect ان في inferior oblique overaction ولا كتير من الناس بتغلط فيها وبتاخد بالها ان الكورنيا مستخبيه ورا الايليد اكتر هنا، فهنا في اوفر اكشن او اندر اكشن. هي انا ماليش دعوه، المفروض ان انا ماليش دعوه خالص بقى بالبابر فيشر، انا بشوف الليمبس فين. انا مثلا عايز اتاكد ليفت انفيريور اوبليك هل في اوفر اكشن ولا لا، يبقى انا عايز لما العين يبص على اليمين وابتدي يبص فوق ما اعرف هل الشمال دي بتنط فوق فيها زي اوفر شوت ولا مفيش. فاعرف ازاي؟ باخد ايماجين لاين عند اللور ليمبس بتاع العين اليمين وهوريزونتال لاين وشوف ايه اللي بيحصل في الشمال. لقيت الشمال اعلى يبقى ده في اوفر اكشن، لقيتها اوطى يبقى فيها اندر اكشن، لقيتها اون ذا سيم ليفل يبقى ما فيش حاجه. حاجه تانية برضو ساعات بتساعد في المايند اوفر اكشنز، ان انا اخلي العين اللي انا بدور فيها مش فيكسنج. طول ما العين دي فيكسنج مش هتنط فوق براحتها، وبالتالي ممكن انا ما الطهاش، فخلي العين نون فيكسنج، فخلي الابدكتنج اي فيكسنج، انما الابدكتنج اي هي تبقى انا فيكس بحط زي كلودر او احط صباعي هنا، تخلي اجبر العيان انه فيكس بالعين الشمال عشان اي حركه في اليمين اشوفها. وطبعا ده جريدنتس هتلاقوه في كتير من الكتب. انا بس في الناس ما بتبقاش فاهمه قوي البلس 4، انا بتخيل البلس 1 بتاعي سهل فهمه، يمكن ان هو ما يبانش قوي الاليفيشن بتاع اليمين، بس لما يجي يبص شمال لكن يبان، لما يبص شمال وفوق 2 بيبقى بان فعلا في اللفت جيز، الثلاثه اكتر. اربعه بقى في ناس ما تتخيلهاش، أربعة دي من كتر السيفير انفيريور بليك اوفر اكشن، لما اجي ابص في الاتجاه الشمال بلاقي زي ما في الصورة اللي قدامنا دي، بلاقي العين مش بس تاليفيت، ده بتاليفيت وكمان بتاب دكت. ففي ناس ما تبقاش متخيلة ان هي ابدكشن، فهوريكوا فيديو يوضحها دلوقتي. هنبص، هنخلي العيان هنا يبص للرايت جيز، شوفوا بقى العين الشمال طبعا بتاب شوت بشكل كبير، بس خدت بالكوا بقى لما يجي يبص على فوق العين بتأبدكت. طيب هنرجع تاني برضو للنقطة كنت عايز اقول لكم عليها دي، دولز هيد مانوفر، هو اللي بتبقى اشهر برضو مشهوره بنستخدمها ساعات في الاطفال. ان بالنسبه للدكشن بقى دي نقطه مهمه، عايزكم تشوفوا الصور دي كويس قوي. نبدا بالصوره اللي على الشمال خالص. بالنسبه للصوره اللي على الشمال خالص الليزر بوينتر ممكن يبان هنا في التسجيل، العينه دي عندها دي برايمري بوزيشن، اول صوره على الشمال دي برايمري بوزيشن. العينه عندها ايزوتروبيا باينه في الشمال، اللي هو بدل ما بحب الليفت ايزوتروبيا بحب اسمع ان هي ايزوتروبيا فيكسنج او دي. طيب لما اجي اقول لها بص شمال وهي العين دي امليوبيك، هتبص بأني عين؟ اكيد باليمين، هي دي اللي شايفه بيها، فهتفضل تتحرك في الاتجاه ده لغايه ما تجيب اخرها وتقف. كويس؟ طب هنا بان لي كان العين الشمال دي فيها ليميتد ابدكشن. طب هل دي فعلا ليميتد ابدكشن حقيقي ولا عشان هي ايزوتروبيك؟ فالاكسس هنا اقوم سيمبلي اخليها تبص بالعين دي، ابقى اعمل ايه؟ اغطي العين اليمين واقول لها بص شمال. شايفين ايه اللي حصل؟ العين اتحركت لغايه الاخر. او حتى لو الطفل مش كبرت ممكن احط له لزقه. فما دام انا غطيت العين وجيت اعمل دكشن لقيتها فول موفمنت، يبقى ده سودو ليميتد ابدكشن. ده مثال شهير للسودو ليميتيشن. دي نفس العيانه دي بس فيديو عشان برضو نكون متخيلين الحركه عامله ازاي بالفيديو. هنبص على البنوته دي عندها الايزوتروبيا باينه في الشمال، فهي بالتالي فيكسنج باليمين، انا بحرك لها التارجت اهو في اتجاه اللفت جيز، هي ماشيه ورايا لغايه ما جابت اقصى حاجه بالنسبه للرايت اي فوقفت على كده، كفا كاني في ليفت ليميتد ابدكشن. على طول اقوم قافل العين اليمين واقول لها بص شمال بص شمال، وانا مغطي العين اليمين كويس، وشوف كده ايه اللي بيحصل. بص عايزين نبص كويس على العين الشمال، شوف ايه اللي بيحصل فيها لما نحاول اخليها تبص شمال. شايفين بتطلع ازاي العين لغايه ما عملت فول ابدكشن. يبقى بالتالي انا لما اشوف ليميتيشن على طول كلينيك اللي في اللجنه اقوم عامل دكشن، الاقي زي ما العينه دي عندي ليفت شايف ان في ليفت ليميت ابدكشن، واقوم على طول مغطي العين اليمين واقول لها بص شمال برضو، وبالتالي اديها امبلس زياده. الاحتمالات اللي عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان انا اغطي العين وتتحرك الاقي فول موفمنت، دي اللي هي حالات السودو اللي زي ما احنا لسه شايفين دلوقتي، ده سودو ليميتيشن. الاحتمال الثاني ان يحصل امبروفمنت في الموفمنت انما لسه يكون في شويه ليميتيشن، يعني مش لدرجه انها تبقى زي النورمال. ده معناه ان عندنا باريسس، عندنا هي ويك
فكانت عايزه شويه امبسس تزق شويه، انما ستيل ما هياش نورمال، يبقى ده معناه انا بريسس. الاحتمال التالت ان ماليش اي فرق، يعني نفس الليميتيشن هو هو بالفيرجن، نفس الليميتيشن هو هو بالدكشن. يعني ده معناه ايه؟ معناها ان في ريستريكشن، ريستريكشن يعني في حاجه ماسكه العين، حبل ماسك العين، مهما ادينا امبوس زياده مفيش حركه زياده بتحصل. يبقى دي الاحتمالات بتاعتنا بالدكشن. اتمنى كده تكون الموتيليتي يعني وضحت. يبقى نلخص الموتيليتي، اول حاجه بأوبزرف، ببص على السكس بيز، ممكن اسال اذا كنت اعمل كفر انكفر الاول ولا لا، وبعدين ببدا اعمل الموتيليتي بتاعتي في الناين جيز زي ما قلنا، وانا بحرك التارجت، وما انساش انا ببص زي ما قلنا على البيبر فيشر، بعمل لاينتين مفتوحين فيرجنز، ولو في ليميتيشن بعمل دكشن، وما انساش حاجتين بيتنسوا الكونفرجنس والسكيتس، ولو في عندي ليميتد موفمنت زي ما انا هعمل الثلاثه دي اللي هي ابهم الدكشن، ولو في ساكت في بلو اوت فراكشر هشوف السنسيشن على الانفرا اوربيتال نيرف. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا يعني استوعبتوا الموتيليتي بشكل كويس، وبشكركم جدا و thank you.